أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وفي القرآن الكريم كان يوصد الشيء إن نعمل فله وحو إن يلي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وحق ربي ليدين كسود الشيء راع ولا تتبعوا من دونه أولياء وحسيك صهرين هالراعنا قانون كلمة شاه سوق لنا وحي إله إذي سود الشيراع الله حكوت المامين ويها كتاب بركيسا وخير كي سبديها عدي قادتنا كبر كوبيس كتب وحر فاتبعوه راع راع وكو عمل فلا والليبان إساني الله حكوت تبارك وتعالى وحي آدس كو قبستان ونرشي نكمل أعلي إله كتاب كيسا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إسقى حكم تجا، إسقى كوك على بحر، إسقى شرعي يقارو هذين نقضوا، إسقى محكمة ذيه إنه كل رقمين، إسقى أولابته. وحكى لنا ماشها كوس عديدين مقاد كره. جيل كي هراء، نبي محمد الصحابة ديسي، قروتي فضيق بدنا. كتاب كان مركي قاتين وكل رقمين الدستور إيه نلول كاركتين إلهي بأعزيه تبارك وتعالى شرف بو إلهي إيالي قلوب تودي بو إلهي سكاني واميدي أود بو إيالي عدو قود بي كأت كادين عالم كي هو قاميين إن ألا إنتي قوات شيغاني سيدي مرين ويشيرين وخير كي توحيد كي أخلاق دو ونكسن كارسية إنتي كتاب كان كل رقمين قريب السعودين وعالم كي هو قامينيين البحنيمو حضارات تكنولوجيو أقون قيم وحو بيكو هو قامينيين مالك هي بالله بتاي إن كتابك اللي قفو قادو ودغن كي سنة النبي اللي قفو قادو صلى الله عليه وآله وسلم أي أمدني باللوضي إني ديبو قراش السميسو إني هو صدع باللوضو إني ماشي سير صار نيت كسر الدكتور كسر دعه ماشي قاعد إني دي بقى نقطة وهاي أريد تكسر درتي تمان سنة كهر مركي رجال بيت كهر ويستير هو حلو يقان لك عن كي فرنسيس كأو كعي وعلمانيين تي الليبراليين تأي حكم كي التلاذ اللور يجين وحي دين لديه تشيرين أي فوقيين أما دينيه خلطنا هالنقض أما متسحسن هالنقض وحي دين كو أبتر صدبة أي فوقيين عالم كي وحي أهر قادين إني دكيان قوانين شيب كودا إكلي مادين إيه هودو دا قوانين تي مركي دكيستين كدبنا وحي كدح سيبتين وحي كدح بحين وحي لديه تشري قيم كأخلاقك وحي أخلاق وناكله وقيمله وس بن آدم كسوك لقاري وكتبت كتمت ووناك أها يكسيبتين مركزة وحي أسيبتين إن النقدان سيدي حيوانات كلا نقضو كلا نقن كوضا معنى ما الشيء يسو إن أدبير صوصارتو معنى ما الشيء يسوع إن الساتلايت كا الساتلايت سما يسوع معنى ما الشيء يسوع إن المحوة هاي أد النيوكلير سما يسوع معمر بدن ما الشيء يسوع عالم كإن ذكر جوش كرتو بني آدم كمعنيه يسوع بير معها معنيه يسوع قيم كي أخلاق ذو حبرسين هوا بني آدم كشريتان كيسي قيمه يسوع وعقيدة ذي قيم كي أخلاق ذواي معها بير لسمي معها ما أها الدنيا هر مرتي ما أها قيم كي يجاها بك دحسيبتين إلهي رأي قاران إني وحك استوح مانا شرع أدتيان إلالية زندي شرع إلالية لواتكي خنيس نمدي شرع إلالية إلى هدى أي قارين ما نبواسيد ركيان إلى ما أنت أي قارين عروت يري يركاء إي وحبر شد أساسيك كتشرا إلا بروه قاب كله يسفوله إن لبرو عرورت لغو أفبرو لغو أنقريو إن لواتك يخني سنمدو أين لبلهين إن لك لزيليستو إليسا لبلهين عرورت يريكا إن لغو أنقريو هير كاسي مريا
billahi calayka ilmo yar oo lix jir toddoba jira muxuu ka fahmayaa ujeedadu samaxay tahay? Miyaa garan karta adiga? Waa ummad meel u guurtay waay. Markay iyagu harkaa gaadheen ayaa waxay sameeyeen, wixii ay iyagu qaateen ba waxay ka dhigeen qawaaniin caalami ah oo adduunku wada leeyahay. Markaasaa waxay u bixiyeen wax la yidhaahdo qaanuunka caalamka, dastuurka kownka. Ummadaha midoobay iyo miithaaqoodii waxay ku heshiiyeen. Wakaana waxaad moodaa inaan goobjoog ka ahayno annagu aanu qayb kulahay. War yaa xaadiray? Yaa wax ka qoray? Yaa tala kulahaa? Ma jiro. Laakiin si lagu marsiiyo waa in la yidhaahdo caalamkaa isku raacay. Xaggeynu ku shirnay? Xaggeynu tala kaga dhiibannay? Xaggeenu idinla joognay? Waa qaanuun caalamiya, waa dastuur kowniya, waa miithaaq ummaduhu isku raaceen oo in la fuliya ay tahay. Naam, intaa laguma ekaanine waxay noqotay shucuubta caalamka in lagu sanduleeyo oo lagu qasbo wixii iyagu ay qaateen. Ciddii qaadan wayda, shacabkii qaadan waaya, dowladdii qaadan wayda, in la cadaadiyo, maqaalo lagu bixiyo si loo marsiiyo, in marka dambe awood ciidan loo isticmaalo, in loo cadad jugleeyo, in la yidhaahdo caalamkii iyo qawaaniintiisibaad khilaafteen, in cuquubaad la saaro. War waxaan ka hata aaway dimuqraadiyadii, aaway aaway shucuubtu xor bay u yihiin waxay doonaan inay doortaan, aaway aaway shucuubtu xaq bay u leeyihiin sharcigay doonaan inay qaataan, aaway. Ma jiro. Lianna dimuqraadiyadu sidoodaba hadday midho xun dhasho iyaduna way xun tahay. Dimuqraadiyadoodu say rabeen hadday wax ku keentana markaasay fiican tahay. Ilmo xun hadday dhashaay dimuqraadiyadaasi ma saxsana. Hadday keento maba keenaysee dad wanaagsani inay soo baxaan markaasi wax weyn maya. Dimuqraadiyada rabnay maaha, maaha. Mis bini aadamkii maskaxdiisii baa lagu ciyaaraya. In laysku qasbay noqoto marka sanka la iska geliyo ma diidi kartid. Naam, halkaa markay soo gaadhay ayaa marka caalam alislaami sidii nabigeennu sheegay sallallahu calayhi wa alihi wasallam, nin ku qanacsan iyo nin lagu qasbayba qawaaniinka markii la qaatay ummaddii waa kadeedantay, cuquuba ilaahay baa ku habsatay. Waxay ka bilaabatay nabigeenu siduu yidhi sallallahu calayhi wa alihi wasallam, madaxda muslimiintu hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, mujtamacaadka muslimka hadday kitaabka ilaahay ku dhaqi waayaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala dhexdoodu balaayo dhigaa. Shucuubtii muslimka ahaa baa la isku diray, laanna quluubta ilaahay baa gacanta ku haya. Qalbu alcibaad bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa. ilaahay baa quluubtooda isku diray, qoortaa laysu geliyey, way qaybsameen, duweylaad bay noqdeen, shucuub bay noqdeen, qabaa'ishii baa sii kala jajabtay, birtay iska asleen, gumaysigii baa qabsaday oo xoolahoodii kheyraadkoodii boobaya, ayagii baa isku mashquulsan, maalinba maalinta ka dambaysa kasii daro dibi dhal, madax fasaadsan dushaha laga saaro, xaaladahoodu ha kasii dareen. Aaway waxaagaaga maxaa loo leeyahay? Aaway muslimiin isu yimaada maxaa loo leeyahay? Alqawmiya alcarabiya aaway, yaa qawmiyada carabiya, jaamacatu alcarab aaway. Intaasoo sano kadib waa kuwa hadda Israa'iil u kala dhuumanaya. Aaway jaamacatu alcarab iyagaa iscunaya. Aaway Soomaali weyn aaway, shantii Soomaaliyeed aaway, toban bay noqdeen iscunaya oo qoorta isugu wada jira aaway. Maxaa beenta laysugu sheegi? Musiibo kalaa ina haysata meeshaan ka khaldanayna waynu garan la'aan, waan sixila'anahay. Muslimiinta xaalkoodu waa kasii daraya maalinba maalinta ka dambaysa, si qaybsan, si burbur, aafo dalalkoodii oo ka qaxo ay noqotay meel aan lagu noolaan karin. Kuwii deganaayo maanta iyaguna sii burburay. War aaway, maan ku degno qaanuunkan aan qaadanay, qawaaniintan maan ku xasilno, maan ku degno, maan barwaaqo ku gaadhno, maan midnimo ku gaadhno, maan awood ku gaadhno maya. Ummadahan ugu dambeynaa dhinac walba marka laga fiiriyo.